السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا بنات معايا في قناة بيتي. هنعمل مع بعضنا عشاء سهل وبسيط واقتصادي وغير مكلف لكل ست بيت. هنجيب مع بعضنا 4 حبات بطاطس نكشرهم ونقطعهم مكعبات كبيرة، معلقة ملح وبيضة. وبعد ما خلصنا جميع المكونات بتاعتنا هنروح نجهز حلة علشان نحط فيها جميع المكونات بتاعتنا. هنجيب حلة ونحط فيها مية، هناخد البطاطس والبيض والملح علشان نحطهم في الحلة. وبعد ما خلصنا الحلة بتاعتنا بجميع المكونات هناخدها ونحطها على البوتاجاز للطهي. وبعد ما خلاص سلقنا البطاطس بتاعتنا هنقسمها على طبقين، طبق هناخده للتحمير والطبق التاني هنجيب معلقة سمن، ناخد البيضة اللي احنا سلقناها مع البطاطس نهرسهم مع بعض كويس، وبعد ما نهرسهم مع بعض كويس نحطهم في طبق للتقديم. وبعد كده هنروح علشان نحمر البطاطس بتاعتنا ونحطها في طبق للتقديم. وبعد ما خلصنا العشاء بتاعنا عملنا بطاطس ببيض وبطاطس محمرة وقطعنا طماطم، وبكده خلصنا العشاء بتاعنا. عشاء سهل وبسيط واقتصادي وغير مكلف لكل ست البيت. أتمنى تتابعونا نعمل مع بعضينا أكلات سهلة وبسيطة واقتصادية لكل ست بيت. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.